بالنسبة لمن دخل صلاة ثم أراد أن يقطعها لسبب من الأسباب، هل يسلم أو لا يسلم؟ هو بناء على حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بهم العشاء استفتح بسورة البقرة، وكان من عادتهم أنه من بدأ بسورة أنه إيش يتمها. فهذا لما كبر معاذ وشرع في البقرة عرف أنه شنو بيكملها، فهذا ما تحمل قطع الصلاة. فسمع معاذ هذا قال نافقه فلان، يعني كيف هذا شغل المنافقين يطلعون من الصلاة كذا. فقال الرجل لا والله ما نافق ولا أشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن ناس أصحابنا واضح نسني الماء على الإبل، نعمل يعني طوال النهار نعمل. فأتينا معاذ فصلى فينا فاستفتح بالبقرة فقطعت الصلاة. فغضب النبي على معاذ وقال إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. الخلاف في هذا الرجل لما قطع الصلاة، بعضهم قال سلم وبعضهم قال قطع الصلاة. على كل حال الأمر فيه سعة، فلو سلم لا بأس، ولو قطع بدون تسليم أيضا لا بأس. أنا عندنا لا يسلم.